رائعة لقبت بثعلب الكرة الفلسطينية. هو من أفضل ومن خيرة المهاجمين على مستوى الوطن، كان ولا يزال بالتأكيد بسيرته العطرة على كل لسان، لسان محبيه أصدقائه وكذلك الأمر كافة الكفاءات الرياضية الفلسطينية وكل من عرف هذه الشخصية. نتحدث عمن غادر الحياة وخلف وراءه تاريخا ومهارات كروية مميزة. نتحدث بالتأكيد عن المرحوم أيمن الحنبلي المنتمي لنادي حطين في نابلس، لكن يحدثنا عن هذه الشخصية الرياضية الفلسطينية السيد وضاح عيساوي صديق المرحوم أيمن الحنبلي وأيضا عضو في اتحاد كرة القدم الفلسطيني. أسعد الله صباحكم بكل الخير أستاذ وضاح. صباح الخير ولمشاهدي تلفزيون الفجر. أهلا وسهلا بك، وبالتأكيد نتمنى لك كل السلامة وكل الصحة والعافية والرياضة دائما وأبدا، نقول العقل السليم في الجسم السليم. لكن ثعلب الكرة الفلسطينية غادرنا، إلا أن حنكته الرياضية بقيت على لسان كل محبيه ومفتقديه. من هو أيمن الحنبلي كما يتذكره الأستاذ وضاح عيساوي؟ طبعا عندما نتكلم عن المرحوم أيمن الحنبلي لا نوفي حقه في هذه الفقرة والمساحة الصغيرة. صحيح. طبعا هو بحاجة إلى حلقة خاصة نتحدث فيها عن مسيرته الرياضية ومناقبه. المرحوم أيمن هو جيل من العصر الذهبي للرياضة الفلسطينية في فترة الاحتلال الإسرائيلي بأواخر السبعينات والثمانينات حتى منتصف التسعينات. نعم. المرحوم أيمن كان أحد لاعبي نادي حطين الرياضي النابلسي المعروف والمشهور بتلك الفترة خلال الثمانينات والتسعينات في القرن الماضي. المرحوم أيمن شق طريقه الرياضي بكرة القدم من خلال نادي حطين، لعب في الفريق وعمره لا يتجاوز 16 سنة، وبرزت موهبته في رغم صغر سنه ولفت انتباه الجميع بذكائه وداهيته. هو كان يلعب في مركز الهجوم ومن خلال أهدافه داخل الملعب مع فريقه حقق مع فريقه عدة بطولات كانت خلال دور التصنيفي اللي أقامته رابطة الأندية الرياضية عام 1981، مرورا بأول دوري للدرجة الممتازة كان عام 83 وأحرز فيها المركز الثاني. في هذه الفترة كان مركز الكرم البطل بهذا الدور، أحرز المركز الأول وحطين أحرز المركز الثاني. رائع جدا. نعم. كان المرحوم يتمتع إضافة إلى ذكائه وحنكته داخل الملعب بأخلاق رياضية عالية بيشهد لها الجميع حتى اعتزل كرة القدم أوائل التسعينات. نعم. طب سيد وضاح، الألقاب لا تأتي جزافا، يعني كما نقول لكل امرئ من اسمه نصيب كذلك من لقبه نصيب، وبالتالي المرحوم السيد أيمن الحنبلي لقب بثعلب الملاعب وخطورة حطين الدائمة. فنحن نعلم أن الثعلب يتميز بالمكر وهي صفة محمودة في بعض الأحيان بصراحة، لكن إذا ما كانت ووظفت هذه الصفة بإيجابية في التكتيك الرياضي ربما هي في غاية الأهمية وليست من فراغ أن نقول أنه ثعلب الملاعب. فعليا ومهنيا وفنيا كيف كان أداؤه الرياضي، ولذلك لقب أيضا خطورة حطين الدائمة؟ طبعا كل الفرق واللاعبين كانوا يخشوا اللاعب أيمن الحنبلي. أيمن الحنبلي كان قصير القامة ويتمتع بذكاء وداهية كان داخل الملعب. طبعا أهدافه كانت يعني بطريقة غير شو اسمه غير التقليدية بغير التقليدية. طبعا كان هو يلعب مركز مهاجم. نعم. أحرز لفريقه عدة أهداف، كان هو هداف فريقه أيامها في فريق نادي حطين في تلك الفترة. نعم. وكان المدافعين يعني حتى في المقابلات التي كانت تجري الصحافة معهم كان يقول لك احنا اللاعب الذي نخشاه هو لاعب نادي حطين أيمن الحنبلي لما يتمتع به من ذكاء وداهية. يا عيني يا سبحان الله. طب سيد وضاح، إذا أردنا أن نتحدث عن المرحوم أيمن الحنبلي الإنسان الصديق،
كيف تصفه وكيف وما هي مميزات شخصيته؟ هل كان هادئ، كان عصبي، كان مقل في الحديث؟ بماذا تصفه لنا؟ بالعكس، أيمن الحمد لله الله يرحمه كان اجتماعي، رجل اجتماعي، وكان بالعكس دائما منفعل، وانفعاله دائما للخير، وكان يتمتع بعلاقات جيدة وطيبة مع كل الرياضيين في أنحاء الوطن. نعم. يعني ما في كان مباراة في الملعب سواء في طول كرم، نابلس، الخليل، لا تلاقيه متواجد يعني دائما باستمرار. كان حتى بعد ما اعتزل اللعب، طبعا هو بعد ما اعتزل اللعب يعني بدي أنوه إنه شخص طريقه في عالم التدريب، طبعا أشرف على تدريب فريق أيام الناشئين في حطين والفريق الأول لفترة طويلة، وبعدها تدرج في العمل الرياضي الإداري، شغل منصب مشرف رياضي في نادي حطين. نعم. المرحوم كان يعمل موظف في إدارة الهندسة ببلدية نابلس لمدة 30 عام. صحيح. يعني وحين تم إنشاء استاد نابلس الرياضي قبل 11 سنة، تم تكليفه من البلدية بإدارة استاد بلدية نابلس. خلال هاي الفترة عمل المرحوم أيمن على تصوير استاد وتنظيم شؤون الأندية الرياضية للتدريب عليه، وإقامة المسابقات الرياضية بالتنسيق مع والتعاون مع الجهات الرسمية، وخصوصا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. بالعكس يعني هو لما اعتزل لكرة القدم يعني بقي في العمل الرياضي والمؤسساتي. طبعا هو قبل 9 أشهر يعني تفاجأ الجميع بابتلاء المرحوم بمرض عضال، طبعا أبعده عن تكملة المشوار الرياضي، وطبعا إجت جائحة كورونا يعني أبعثته بزيادة. نعم، وبالتأكيد هنا أيضا نود أن نتحدث حول ربما الرياضة لها فوائد كثيرة، لكن من أهم هذه الفوائد أستاذ وضاح هو محبة الناس، وأن نخرج بالتأكيد دائما بهذا القدر الكبير من المحبة والتشجيع. لذلك نود أن نستمع من خلالك لكلمة توجهها للجيل الحالي ونصيحة ليسيروا على خطى اللاعبين المميزين كالحنبلي رحمه الله. يعني أنا بحكي للجيل الرياضي يعني إنه خدوا الجيل القديم قدوة إلكم. الجيل القديم قدوة لا يعوض. الحنبلي كان إنسان محب للجميع، الجميع كان يحبه، كان إنسان يعني غير إنه إنسان رياضي، كان اجتماعي، إنسان اجتماعي، يحب الجميع، يحب الصغير والكبير، يحس الناس يعني كان يعني يحس الرياضيين على التمتع بالأخلاق الرياضية العالية داخل الملعب. كان يقول للجيل الرياضي الصغير إنه أنتم ما تتطلعوا للفوز، اتطلعوا للأخلاق الرياضية. صحيح صحيح. هي الأخلاق الرياضية اللي بتوصلكم، بتخليكم يعني في المستقبل لاعبين مميزين وقادة. برأيك هل سيكون هنالك خليفة للقب ثعلب الملاعب الفلسطينية في هذا الجيل القائم؟ والله أنا بحكي يعني بكل صعب. نعم. يعني جيل أيمن جيله جيل لا يتكرر. نعم نعم. جيل أيمن لا يتكرر فعلا. إذن الرحمة، كل الرحمة لثعلب الملاعب الفلسطينية، خطورة حطين الدائمة. ذهب وترك إرثا بسمعته وأخلاقه ومهارته الرياضية التي لا تمحى وستبقى على مر التاريخ. وبالتأكيد أشكرك جزيل الشكر السيد وضاح عيساوي، صديق المرحوم أيمن الحنبلي وعضو في اتحاد كرة القدم الفلسطيني، شكرا جزيلا لك وعلى تعاونك الرائع وإيانا في الحديث عن المرحوم أيمن الحنبلي، وهو أحد أبناء نادي حطين في نابلس. ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم المزيد من الفقرات.